Bonsoir communauté, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est pour les élèves de 4e année CM et aujourd'hui on va voir comment écrire une production écrite concernant un martyr ou bien une martyre. اليوم أعزائي التلاميذ هذه الفيديو راح يكون موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط لغة فرنسية. راح نشوفوا فيه طريقة صحيحة لكتابة وضعية إدماجية ثابتة حول شهيد أو شهيدة، وهذا نظرا للطلب المتكرر في التعليقات. لهذا pour bien comprendre تكتبوا معايا حتى لا فهم. Alors c'est parti. Alors كما على بكم أعزائي التلاميذ سنة الرابعة متوسط، أنتم في هذه الوحدة داكور في السيكونس 2 بروجي 1 سيكونس 2، المطلوب منكم أنكم تكتبوا لو ديفلوبمون، العرض حول شخصية معينة، ليسونسيال شخصية تاريخية، شهيد شهيدة شهداء اكسيتيرا، أو ممكن يكون على دور المرأة في الثورة الجزائرية أو أثناء الثورة الجزائرية، دور الشعب الجزائري اكسيتيرا. دونك هنايا في أغلب الاختبارات راح نشوفوا الوضعية الإدماجية تكون حول شهيد أو شهيدة، ويطلب منكم أنكم تكتبوا العرض. أنا اليوم جبت لكم مقدمة العرض والخاتمة، دونك لانتخودكسيون ديفلوبمون إلى كونكلوزيون. دونك أون سي جامي بون لابنا في الاختبار تسحقوا العرض، كتابة العرض، لكن بالنسبة للبام أون سي جامي يطيح لكم السنة كتابة وضعية إدماجية حول شهيد أو شهيدة. لهذا راه درت لكم مقدمة عرض وخاتمة سهلة وبسيطة في متناول التلميذ المتوسط. لهذا راح نبدو. المقدمة راح تكون كالآتي. بون قبل ما نديرو مقدمة باش نكتبو وضعية إدماجية، أول حاجة أول خطوة نبدو بها هي لازم يكون عندي لو تيتخ، العنوان. دونك كيما راكم تلاحظو العنوان نكتب اسم الشخصية. نعطيكم احتمالين، يا إما تكتبو اسم الشخصية وتحبسو داكوغ، أو تقولوا اسم الشخصية وتقولوا سامبل دو فورس، مثلا رمز القوة داكور، أو بيان تقولوا لو مارتيغ وتقولوا اسم الشخصية، صح؟ دونك هذا فيما يخص لو تيتخ. بالنسبة للمقدمة الو بالنسبه للمقدمه راح نعاودوا نكتبوا اسم تاع الشخصيه نتاعنا، مثلا العربي بن مهيدي، زيرو يوسف اكسيتيرا. واش نقولوا عليه؟ نقولوا ان فالورو مارتير، يعني شهيد ذو قيمه وقدر. ايلان دي غران فيغور، من بين الصور الكبيره، كي افيان رول تري امبورطون، اللي كان عنده دور مهم جدا دون لو شاما فيغ لانديبوندونس، في الطريق للاستقلال. هنا فقط كي نقولوا تري امبورطون، اذا كان شهيد نقولوا تري امبورطون، اذا كان شهيده نقولوا تري امبورطونت، يعني زيدوا لو او على فان. هذا في مخصص مقدمه. كي نبغي ندير العرض، اول خطوه نديرها في العرض لازم يكون عندي لي كونيكتور دو نيميراسيون، وحنا شرحنا لكم ديجا لي كونيكتور دو نيميراسيون واش هما، اللي هما علامات الترقيم، يعني اللي يربطوا لي باش ينظموا لي الحجج تاعي، يعني وينها الحجه الاولى وينها الثانيه وينها الثالثه. اذا هاد لي كونيكتور دو نيميراسيون عندنا تاع الحجه الاولى، مثلا كيما دابور قد نديرو دابور، تو دابور، اون بروميي ليو، بروميييرمون، دون بار اكسيتيرا. مورا دابور دائما راح نديرو اسم تاع الشخصيه تاعنا داكور، قادين ما ديروش اسم الشخصيه، باردون الشخصيه، تقولوا مثلا سو ايرو، واذا كانت الشهيده تقولوا سات ايروين داكور، تقولوا كومونس لا لوت، بدات الكفاح، فاس لو كولينيزاتور، يعني امام هذا المستعمر، دي سون جون اج، يعني منذ صغر سنها. اونسويت هنا قادين تقولوا ايل ولا قادين تقولوا ال، اذا كانت راجل شهيد نقولوا ايل، اذا كان شهيده نقولوا ال. قادين تقولوا سو ايرو هذا البطل، سات ايروين هذه البطله، قادين وسيت تقولوا سو مارتير ولا بيان نقولوا سات مارتير داكور. ريوسي يعني نجحت، افانكر لانمي انها تنتقم من العدو، دون بلوزيغ كومبا في العديد من المعارك. انفان هنايا دونك عندنا ايل ولا ال، تنجموا تقولوا ايل يعني هو، ال هي، او تعاودوا تكتبوا كلمه سو ايرو هذا البطل، سات ايروين هذه البطله، او بيان تكتبوا مباشره اسم تاع الشخصيه. اي كونسيديري يعتبر، هنا كونسيديري راكم تشوفوا راني ندير او بين قوسين، اذا كانت هنايا شهيده كومونس نقولوا باردون نقولوا عليها اي كونسيديري تعتبر كوم مثل ماذا ان كومباتون اذا كان شهيد، اون كومباتونت اذا كانت شهيده دون لا ريفولوسيون الجزائريه، في الثوره الجزائريه. اما هنا في الخاتمه فراح تكون سهله بسيطه توجور كيما لو ديفلوبمون، عندنا لي كونيكتور دو نيميراسيون، ففي لا كونكلوزيون عندنا اوسي كونيكتور دو كلوتور تاع الخاتمه. لازم نبدو ما نبدوش تغيرتم الخاتمه تاعنا، لازم لنا كونيكتور، مثلا نقولوا دونك ولا نقولوا الوغ داكوغ ولا حتى فينالمون. دونك الوغ إل فو غلوريفي، يجب أن نمجد. دونك هنا لازم نديرو بين قوسين اسم تاع الشخصية تاعي، كاغ لأن إل إذا كان شهيد، إل إذا كانت شهيدة،
أو مباشرة الاسم تاع الشخصية. A jouer لأنه لعب un rôle دور nécessaire ou bien indispensable dans la libération de l'Algérie في تحرير الجزائر. دونك هذه باختصار وضعية إدماجية beaucoup plus للتلميذ المتوسط اللي ما يكونش عنده بزاف أفكار وما يقدش يعني ما يكونش عنده vraiment un bagage vocabulaire. Sinon بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم un bagage vocabulaire دونك درنا ديجا حاطين وضعية إدماجية في القناة تاعي تلقوها في البلاي ليست. وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. J'espère que la vidéo ça vous plaira. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous aime et à la prochaine fois, Inch'Allah.